بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند باب كاد وأخواتها، واليوم إن شاء الله عز وجل نشرح هذا الباب، فاسمعوا وعوا لما أقول. يقول المصنف وهو ابن مالك رحمه الله: ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة. ذكرت لكم قبل ذلك القسم الأول وهو كان وأخواتها، فكان عندما تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كقول ربنا تبارك وتعالى: وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما، كان فعل ماضي ناسخ، وقلنا النسخ في اللغة معناه الإزالة والتغيير. عندما دخلت كان على الجملة الاسمية نسخت الحركة الإعرابية، فالحركة التي كانت موجودة على المبتدأ حذفت وأتت بحركة أخرى، هي حركة إن هذا الاسم أصبح اسم كان، وغفورا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكان لها أخوات كما قلنا. هذا هو الباب الثاني من الأفعال الناسخة، وهو يعمل عمل كان بالضبط، ولذلك يقول الناظم: ككان كاد، يعني كاد تعمل عمل كان بالضبط. فنقول مثلا: كاد الأستاذ يشرح الدرس، وعند الإعراب أقول كاد فعل ناسخ يعمل عمل كان. الأستاذ اسم كاد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، يشرح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى الأستاذ، والدرس مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. هذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر. فاسمع ماذا قال الناظم: ككان كاد، يعني كاد مثل كان في العمل، وعسى مثلها أيضا، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، يعني خبر كاد وأخواتها لابد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع بعكس كان. فكان قد يكون خبرها مفردا، وقد يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة. الخبر المفرد أقول: كان الأستاذ شارحا، فبالخبر الجملة الاسمية: كان الأستاذ شرحه جميل. الخبر الجملة الفعلية: كان الأستاذ يشرح الدرس. الخبر شبه الجملة: كان الأستاذ في المسجد أو أمام المسجد. فنجد إن كان خبرها إما أن يكون مفردا أو جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة ظرف أو جار ومجرور، لكن بالنسبة لكاد لابد أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، ما يكونش ماضي ولا أمر. يعني لا تقل كاد الأستاذ اشرح الدرس، هذا خطأ. كاد الأستاذ شرح الدرس، هذا خطأ. أو كاد الأستاذ شرحه جيد، هذا خطأ. أو كاد الأستاذ شارحا، هذا خطأ. لابد أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع. قد يقول قائل منكم: أفعال المقاربة الدرس بنقسم معي إلى ثلاثة، هناك أفعال تدل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك، هذه الأفعال الثلاثة تدل على قرب وقوع الخبر.
كاد المطر ينزل أو شك المطر أن ينزل، كرب القلب من جواه يذوب. فنجد أن هذه الأفعال تدل على قرب وقوع الخبر. أما عسى وحرى واخلولقى، هذه الأفعال الثلاثة تدل على رجاء حدوث الخبر. أقول عسى الله أن يرحمنا، حرى المذنب أن يتوب، اخلولقى المطر أن ينزل. فهذه الأفعال الثلاثة تدل على الرجاء، الرجاء في حصول الخبر. أما أفعال الشروع مثل كلمة أنشأ أو طفق أو علق أو أخذ أو بدأ أو شرع، اسم هذه أفعال تدل على الشروع والبدء في الخبر. أقول أخذ الأستاذ يشرح، أو بدأ الأستاذ يشرح، طفق الأستاذ يشرح. فهذه الأفعال تدل على البدء في والشروع في حدوث الخبر. فإذا كانت هذه الأفعال مقاربة ورجاء وشروع، لماذا قال النحاة في الباب أفعال المقاربة؟ وهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. يعني إذا أدخلناه في علم البلاغة يبقى ده مجاز مرسل، علاقته إيه؟ الجزئية. يعني أطلق الإيه؟ الجزء ورد الإيه؟ الكل. بدلا أن يقول باب أفعال المقاربة والرجاء والشروع، قال باب أفعال المقاربة فقط، فسمى الكل وأراد الإيه؟ سمى بالجزء وأراد الإيه؟ الكل. الناظم رحمه الله يقول ككان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. يعني ندر مجيء الخبر اسما بعد عسى وكاد، بعد عسى وكاد. نأتي بالأمثلة حتى يتضح الكلام. يقول الشاعر أكثرت في العزم ملحا دائما، لا تكثرا إني عسيت صائما. أكثرت في العزم ملحا دائما، لا تكثرا إني عسيت صائما. وطبعا سين عسى هيبقى فيها أكثر من لغة، الكسر والفتح، يعني عسيت أو عسيت تمشي الاثنين. الشاعر يقول لمخاطبه إنك أكثرت في العزل، ومعنى العزل يعني الملامة، ملحا من ألح إلحاحا يعني أكثر، أكثر من الإلحاح. لا تكثرا يعني لا تكثرا من العزل واللوم، إني عسيت صائما. الشاهد إن خبر عسى جاء مفردا، وهذا نادر وقليل في كلام العرب، لأن المعروف أن عسى لابد أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، كقول الله في كقولنا مثلا عسى الله إيه؟ أن يرحمكم، عسى الله أن يتوب عليكم، فنجد أن الخبر لازم يكون جملة فعلية. يقول الشاعر الآخر فأبت إلى فهم وما كدت آئبا، فأبت إلى فهم وما كدت آئبا أو آئبا. الشاعر يسمى بتأبط شرا، هذا الشاعر رآه أحد الناس يسرق عسلا من فوق جبل، فأخبر عنه أهل القبيلة فأرادوا أن يفتكوا به، فأتى بالعسل ورماه على الجبل وبدأ إيه؟ يتزحلق إلى أن وصل إلى الأرض وجرى وأفلت من هذا من هذه القبيلة. فيقول فأبت إلى فهم، يعني رجعت إلى قبيلتي التي تسمى فهم بعد أن عز الرجوع،
وكدت أحسب أنه لا عودة لي، وكثير من القبائل قد فارقتها وهي تضطر من شدة الحزن لأنني أفلت منها. الشاعر يعني بيفخر بنفسه بأنه يعني لا يستطيع أحد من الناس أن يلحق به في الجرب، فعندما أراد القوم أن يأخذوه قال عن نفسه: فأبت إلى فهم، يعني رجعت إلى قبيلتي فهم، وما كدت آيبا، يعني وما كدت راجعا. فالشاهد إنه خبر كاد أتى مفردا، وهذا نادر. ولذلك يقول الناظم: ككان كاد، كاد مثل كان في العمل، هذه فعل ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وكاد فعل ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. لكن هناك فرق، إن كاد هذه لابد أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. قال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. كادوا، كاد فعل ماضي ناسخ يعمل عمل كان، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كاد، والألف اللي بعد الواو تسمى الفارقة، بتفرق بين واو العلة زي يدعو وبين واو الجماعة زي كادوا. يفعلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لأنهم الأفعال الخمس، والأفعال الخمسة كما تعرفون ترفع بثبوت النون. فاعل يفعلون واو الجماعة، ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع، هذه الجملة كلها في محل نصب خبر. لكن نظر غير مضارع لهذين خبر، نادر وقليل في كلام العرب أن يأتي لعسى وكاد خبرا مفردا، لابد أن يكون مضارعا. ولذلك قال الناظم: ككان كاد وعسى، لكن نذر غير مضارع لهذين، لهذين يقصد إيه؟ كاد وعسى، يعني نادر أن يقع الخبر مفردا، كما قلنا في البيتين: أكثرت في العزل ملحا دائما لا تكثرا، إني عسيت صائما. وكذلك قول الآخر: فأبت إلى فهم قبيلته وما كدت آيبا، أي راجعا. فجاء الخبر لعسى ولكاد مفردا، وهذا نادر وحكم عليه بالندور، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. الشائع والكثير في كلام العرب أن يكون الخبر جملة فعلية فعلوها مضارع. ولذلك ورد عن العرب مثل يقولون: عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا. الغوير تصغير غار، وده يضرب فيه المثل للمكان الذي تظن أنه أمان ويكفي عكس ما تظن. جماعة كانوا مسافرين ونزل المطر، فدخلوا في هذا الغار يريدون الحماية من نزول الأمطار، ولكن وقعت صخرة كبيرة عليهم فماتوا. فقيل لهم في هذا المثل: عسى الغوير أبؤسا، يعني ممكن يكون الغار اللي هو مكان للأمان يكون هو نفسه مكان البؤس والشقاء. فهذا المثل ضرب لأنه أتى بخبر عسى مفردا، وقلنا هذا نادر. ثم يقول: وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكسا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. افهم كلام الناظم حتى يكون سهلا عليك. وكونه، كونه هو مين؟ الخبر. بدون أن بعد عسى نذر، يعني قليل، يعني خبر عسى الكثير والشائع والغالب أن يكون مقترنا بأن. قال الله عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم. وقال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح. عسى فعل رجاء وهو فعل ناسخ يعمل عمل كان،
مبني على الفتح المقدر على الألف. رب اسم عسى مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. رب مضاف والكاف ضمير بارز. بارز يعني ايه؟ ظاهر متصل، يعني اتصل بكلمة رب، مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. الميم علامة جمع الذكور، وطبعا الخطاب إذا كان الإناث والذكور يغلب الذكور على الإناث. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أن يرحمكم، أن حرف مصدر ونصب. نصب يعني ينصب المضارع، ومصدر يعني يؤول مع الفعل المضارع بمصدر. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الرب. والكاف هنا ضمير بارد متصل مبني على الفتح في محل مبني على الضم في محل النصب مفعول به. والميم علامة الجمع. هذه الجملة في محل نصب خبر عسى. لاحظوا معي ان الخبر هنا جاء مقترنا بأن، وهذا هو الكثير. ولذلك يقول الناظم وكونه اي الخبر بدون أن بعد عسى نذر يعني قليل. ولذلك يقول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون، شوف هو عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فكلمة يكون جاء الخبر بدون أن، وهذا قليل. لكن الكثير اقتران الخبر بأن، كما قال ربنا تبارك وتعالى في قرآنه فعسى الله أن يأتي بالفتح. ويقول الآخر عسى فرج يأتي به الله، إنه له في كل يوم في خليقته أمر. عسى فرج يأتي، لم يقل الشعر أن يأتي، وإنما قال يأتي بدون أن. وكونه بدون أن بعد عسى نذر. ما معنى نذر؟ يعني قليل. إذا الغالب والكثير في خبر عسى أن يكون مقترنا بأن، والقليل أن يكون مجردا من أن. تقول عسى الله أن يرحمنا، عسى الله يرحمنا. طيب وكاد الأمر فيه عكس. كاد الأمر فيه إيه؟ بمعنى أن كاد الكثير والغالب في خبره أن لا يكون إيه؟ مقترن بأن، كما قال الله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون، وكما قال ربنا تبارك وتعالى يكاد زيتها يضيء، لم يقل الله يكاد زيتها أن يضيء. فكاد عكس عسى بالضبط، صح ولا لا؟ قال الله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون، لم يقل القرآن وما كادوا أن يفعلوا. وقال تعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وأما اقتران الخبر خبر كاد بأن، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ما كدت أن أصلي العصر حتى كاد الشمس أن تغرب. ما كدت أن أصلي العصر، ما كدت أن أصلي. فجاء خبر كذا مقترن بأن، لكن هذا قليل في كلام العرب. قال الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه، كادت النفس أن تفيض عليه يعني أن تحزن عليه. كادت النفس أن تفيض عليه، كاد فعل ماضي ناسخ يدل على المقاربة. التاء تاء التأنيث لأن الفاعل هو النفس مؤنث مجازي. النفس اسم كاد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. أن حرف مصدر ونصب. تفيض فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود إلى النفس، وعليه جر ومجرور. هذه الجملة كلها في محل نصب خبر كاد. الشاهد اقتران الخبر بأن، وهذا قليل لأن العكس. وهذا ما قاله الناظم وكونه أي الخبر
بدون أن بعد عسى نذر أي قليل، وكاد الأمر فيه عكسة. قل معي البيتين: ككان كاد وعسى لكن در، غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسا. يبقى عرفنا من هذين البيتين إن كاد تعمل عمل كان، وهذا ما قاله إمامنا ابن مالك: ككان كاد، كاد مشبه وكان مشبه به ولا التشبيه الكاف، كاد مثل كان في العمل، وعسى أيضا لكن نذر، غير مضارع لهذين أي لكاد وعسى، غير مضارع لهذين خبر، يعني نادر أن يأتي الخبر غير مضارع، وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسا. البيت الثالث: وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. عسى قلت لكم إنها فعل من أفعال الرجاء، الرجاء فعل من أفعال الرجاء وليست فعل من أفعال المقاربة. أفعال المقاربة قلت لكم ثلاثة: كاد وأوشك وكرب، كرب معنى أوشك أو كاد. أما أفعال الرجاء فهي عسى وحرى وخلولق. يقول الناظم: وكعسى حرى، معناها في المعنى، عسى فعل رجاء، عسى الله أن يأتي بالفتح، وحرى مثلها بالضبط، أقول حرى المذنب أن يتوب من ذنبه، فحرى بمعنى عسى فعل رجاء. ولكن جعل، أصلا جعل فقط، بس الألف دي اسمها ألف الإطلاق في الشعر، يعني لأن العرب لا تقف على ساكن، فالحركة عندما أشبعت تولد عنها ألف، العلماء يسمون هذه الألف ألف الإطلاق أو ألف الإشباع، كما قالوا: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. لا تقل دعاك كا كده، الفتحة تشبعها تجيب ألف، لأن العرب لا تقف إلا على ساكن ولا تقف على متحرك. وكعسى حرى لا، ولكن جعل خبرها، خبر مين؟ خبر مين؟ لا، خبر حرى، ما خلاص عسى انتهى الحديث عنها. يقول: وكعسى حرى، يعني حرى مثل مين؟ يبقى إذا الحديث عن مين؟ عن حرى وليس عن عسى، خلاص. وكعسى حرى يعني حرى مثل عسى بالضبط، فعسى هي فعل رجاء وكذلك حرى فعل رجاء. ولكن أهو حرف استدراك يريد أن يفرق لك بين عسى وبين حرى. جعل خبرها، خبر مين؟ حرى، حتما بأن متصل، يعني خبر حرى لابد أن يكون متصلا وجوبا بأن. تقول حرى المذنب أن يتوب، لا تقول، أو لا تقول حرى المذنب يتوب، لازم تقول أن. لكن عسى ممكن تحذف أن، كما قال الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. هذا هو الفرق بين حرى وبين عسى، فحرى يجب اقتران خبرها بأن وجوبا، لكن بعكس إيه؟ عسى. هل فهمتم هذا البيت؟ وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. وألزموا إخلولق أن مثل حرى. إخلولق فعل أيضا من أفعال الرجاء، وقلت إن أفعال الرجاء كام؟ ثلاث: عسى وحرى وإخلولق. سبق الحديث عن فعلين من أفعال الرجاء، هو عسى وحرى، وهذا هو الثالث. وألزموا أي النحاء أو العرب إخلولق أن، تقول إخلولق المطر أن ينزل، إخلولق المذنب أن يتوب، إخلولق المسافر أن يرجع، يعني لابد أن تأتي بأن في الخبر.
وألزموا إخلولق أن مثل حرى بالضبط. وبعد أوشك انتفى أن نذر. أوشك فعل من أفعال المقاربة. تقول أوشك المذنب أن يتوب من ذنبه. فكاد فعل من أفعال المقاربة، لكن الخبر الكثير والغالب فيه التجرد من أن. أقول أهو فذبحوها وما كادوا يفعلون، يبقى الخبر مجرد من أن، هذا هو الغالب. لكن القليل القليل إثبات الإيه؟ طيب يقول وبعد أوشك انتفى أن